السلام عليكم. غنتكلموا اليوم على الروماتيزم. الروماتيزم هو مرض معروف شائع، ولكن غادي نتعرفوا اليوم على اهم المعلومات باش نقدروا نتغلبوا عليه وشنو هي الطريقه ديال العلاج. الروماتيزم هو عباره على التهاب مفاصل الجسم، وكيتعتبر ايضا من امراض المناعه الذاتيه. كيصيب بالخصوص مفاصل اليدين، القدمين، الركبه والظهر. ألم المفاصل هي من أهم أعراض اللي كتميز لنا هذا المرض. كيزيد الألم في المفاصل ملي كتورم، وهذا بسبب الانتفاخ اللي كيسببوا زيادة مستوى السوائل في المنطقة المصابة. هذا الشيء كيخلي المفاصل تتمدد وكتهيج لنا الكبسولات اللي محيطة بها. هذه الكبسولات فيها نهايات عصبية كترسل لنا إشارات الألم إلى الدماغ. هادشي علاش كنحسوا بالالم عند تورم المفاصل وعند الاصابه بالروماتيزم. من بين الاعراض الاخرى زياده على الم المفاصل كيكون تورم، احمرار وسخونه المناطق المصابه. لعلاج الروماتيزم اول شيء خصنا ننتبهوا ليه هو التغذيه. خصنا نبتعدوا على اي حاجه فيها الاوميغا 6، يعني نبتعدوا على الزيوت. نبتعدوا على الزيوت اللي كنطبخوا فيها في البيت، نستعملوا فقط زيت الزيتون والزبده. نبتعدوا على اي حاجه فيها الاوميغا 6 بحال الدجاج. نوقفوا بصفه نهائيه تناول الدجاج عند الاصابه بالروماتيزم. نعوضوا هذه المواد هذه زيت الزيتون كيف ما قلنا او الزبده، وكذلك ناخذوا الاسماك الدهنيه بحال السردين بحال الصومون. ناخذوا زيت كبد الحوت او زيت كبد السمك. الويل دو فوا دو موغو مهم جدا لعلاج الروماتيزم. ضروري ما ننتبهوا للتغذيه ديالنا، لان اي طريقه علاج درناها وحنا التغذيه ديالنا غير سليمه وغنيه بالاوميغا 6، نبتعدوا في التغذيه ديالنا على الاوميغا 6. الاوميغا 6 هو شائع انه من مسببات الم المفاصل. لعلاج الروماتيزم نهائيا وتوقف الألم ضروري من الحجامة. الحجامة هي أفضل وسيلة لعلاج الروماتيزم وآلام المفاصل. ضروري بالالتزام بالحصص اللي يحددها لكم المختص. كيف ما ذكرنا في الأعراض، فالمفاصل كتورم بسبب زيادة السائل اللي محيط بها، والحجامة كتقوم على مكافحة احتباس السوائل في المفاصل. فملي كتنقص لنا هاد السوائل كتنقص لنا الالم، وكتخلصنا كذلك من ماده اوكسيد النيتريك اللي كتسبب لنا الاورام في الجسم ديالنا. الحجامه ايضا كتنقص لنا من نسبه لاسيد اوريك. لاسيد اوريك اللي كيسبب لنا مرض النقرس، زياده ديالو سبب مرض النقرس لاغود. فالحجامه كتخلصنا من هذه البلورات اللي كتكون محيطه بالمفاصل، وكيحيد لنا الالم، وكتحمينا ايضا من الاصابه بالنقرس. الحجامه ايضا كتعمل على تحفيز الدوره الدمويه داخل المفصل، فزياده نسبه الدم في المفصل كينقص لنا الالم. والحجامه كتعمل كذلك على تحفيز الغشاء اللي كيتواجد حول العظام، وهذا كيعمل على زياده الكالسيوم وبالتالي تكوين العظام وزياده ديال الصحه ديالها. كتخلصنا الحجامه من لاسيد لاكتيك اللي كيعمل على التخلص من الشد العضلي ومن الارهاق. الارهاق اللي كيكون بسبب الالم وبسبب الادويه اللي كتستعمل ضد الروماتيزم كتاثر ايضا على الحاله النفسيه للمريض. فالمريض اللي ما كيقدرش يزاول المهام اليوميه ديالو بسبب الالم كيكون هذا تاثير على الحاله النفسيه ديالو. الحجامه كتساعد على الاسترخاء والتخلص من الارهاق ومن التوتر النفسي. زيادة نسبة تدفق الدم كيعني زيادة نسبة الأكسجين في الألياف واللي كيحتاجوه الخلايا بنسبة كبيرة وبشكل كبير. هاد الشيء كيعزز لنا قوة العضلات. العضلات اللي كيتأثروا بقلة الحركة عند تورم المفاصل. الإنسان اللي كيكون مصاب بالروماتيزم كيكون الحركة ديالو قليلة، لأنه عند الحركة كيحس بالألم، وهذا كيأثر أيضا على العضلات. فالحجامة كترفع لنا نسبة الأكسجين في الألياف وكتعطي القوة للعضلات. لهذا فالحجامة عندها دور فعال في تحسين الخلايا والإحساس بالاسترخاء.
كنصحكم دائما باش تمشيو عند المختص، هو اللي غادي يقدر يحدد عدد الحصص، اماكن، نقط الحجامه اللي كتعالج اي مرض. الحاله الصحيه والحاله النفسيه والحاله الجسديه للمريض مهمه وخصها ياخذها بعين الاعتبار، هي اللي غادي تقدر تحدد بها عدد الجلسات، لا تقدر تحدد بها النقط في الجسم ديالو. لهذا دائما يجب الذهاب عند المختص. للعلاج وللوقاية من الروماتيزم يجب اتباع نظام غذائي غني بالأوميغا 3 وبعيد كل البعد عن الأوميغا 6. يجب اتباع حصص الحجامة بانتظام، والنتيجة غادي تحسوا بها ابتداء من الحصة الأولى. كنشكركم على المتابعة، واللي عنده أي اقتراح أو سؤال يخليه لنا في التعليق ونرد عليكم في أقرب وقت. متمنياتي لكم دائما بالصحة والشفاء.